جمع الولاة سنة 83 هجرية، معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن عامر، عبد الله بن أبي السرح وغيرهم كلهم جاءوا. فقال لهم عثمان: ويحكم، ما هذه الشكاية؟ ما هذه الإذاعة؟ الإذاعة يعني الإشاعات. إني والله أن لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم، أخشى أن فعلا في شيء من الظلم سري وأنا ما أدري عنه. وردهم كان رد حكيم الولاة، قالوا: ألم تبعث؟ ما أنت أرسلت رجال تحقيق؟ ألم يرجع إليك الخبر عن القوم؟ ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء؟ ما الذي منع إذا واحد مضروب سرا وكذا يجتمع مع لجان التحقيق التي أرسلتها؟ لا والله ما صدقوا وما بروا ولا نعلم لهذا الأمر أصلا، وما كنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على شيء، ما هي إلا إذاعة، يعني ما هي إلا إشاعات، لا يحل الأخذ بها ولا الانتهاء إليها. يعني خليفة، نحن ولاتك، في النهاية تريد أن تعدل، أيضا لا تظلمنا نحن، إشاعات ما استطاع أحد يثبتها، ما في واحد ذهب للجنة التحقيق، أيضا أعدل معنا نحن، لا تأخذنا بهذه الإشاعات. كلام صحيح. فقال عثمان لهم: فأشيروا عليه. كان من ضمن الحاضرين لهذا المجلس كبار الصحابة، فهنا عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين، أرى أنك قد لنت لهم، هذا الأمر ما يؤخذ بهذه الطريقة، هذا اللين الشديد هو اللي شجع الناس على مثل هذا. أرى أنك قد لنت لهم وتراضيت عنهم وزدتهم عما كان يصنع عمر. هذه اللين ليست سياسة عمر، عمر لما شد ما استطاع أحد يرفع رأسه بفتنة. فأرى أن تلزم طريقة صاحبك، يعني استعمل معهم طريقة عمر بن الخطاب، ما حد يرفع رأسه بمثل هذه الفتن، فتشد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين. أنا شايفك لين في موضع الشدة وموضع اللين، ما يصير، في مواضع تحتاج شدة تشد، والموضع اللي يحتاج لين لين، بس ما يصير تلين في كل شيء. إن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شرا، في ناس يحركون الفتنة يحركون الشر، ما عندهم أي عدل، ظلم هؤلاء بإشاعاتهم، ظلم بطريقتهم هذه. واللين لمن يخلف الناس بالنصح، ناصح صادق الأمين، هذا تلين معه، أما أمثال هؤلاء ما يصير تلين معهم. وقد فرشتهما جميعا باللين، ما يصير تلين حتى لأهل الفتنة، ما يصير يا عثمان. هكذا كلام عمرو بن العاص. سمع عثمان رضي الله عنه لهذا الرأي، وسمع للآراء الأخرى، وتناقش القوم في الموضوع، وتيقن عثمان من براءة الولاة من التهم الموجهة إليهم، وعرف طبعا بعقله وذكائه وحكمته أن هناك بالتأكيد من يحرك الفتن، هذه ما تحدث من فراغ، هذه الإشاعات ما جاءت من فراغ، مستحيل، لكنه في منتهى العدل، ما يأخذ إنسان بشبهة. يعني في ناس عليهم شبهات بس ما في دليل عليهم، ليس من نهجه أن يأخذ الناس بالشبهات، وهذا منتهى العدالة، يعني كون أن إنسان عليه شبهات ما يجوز أيضا يظلم، لا بد من دليل. فقرر أن يستقر. وأيضا عثمان يختلف في هذه المسألة عن عمر بن الخطاب، ويختلف عن عمرو بن العاص. أحيانا بعض الأمور حتى لو كان شكلها ينبغي معها الشدة، لو شديت تزيد الفتنة، ليس كل أمر يعالج بالشدة، أحيانا الشدة تزيد الفتنة. فخشي أنه في هذه الظروف العصيبة وفي هذه الأمواج من الكلام التي موجودة بين الناس، خشي أن أي شدة يتناقلها الناس وتسبب بركان من الفتن. هي ليست فتنة واحدة الآن، انتشرت المسألة في كل مكان، لو شد في مكان سينتشر في كل مكان ولن يصل إلى الناس بطريقة صحيحة، فخشي على ذلك. فقال كما يروي الطبري، قال كلاما عجيبا، قال: كل ما أشرتم به علي قد سمعته. أنا سمعت كل شيء، ولكل أمر باب يؤتى منه. إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، في النهاية الفتن ستحدث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن ستحدث، وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به، إغلاق هذا الباب تأخير هذه الفتن، هو اللين والمؤاتاة والمتابعة، سألين وسأعطيهم ما يريدون وأتابع الأمور إلا في حدود الله تعالى، في أمر فيه حد ما ألين. شوف هذه السياسة واضحة جدا، لن ألين في أمر فيه حد من حدود الله. ففي نهاية كلام عثمان قال لهم كلام يختم به هذه الخطبة للولاة: وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا ولا نفسي. يعني أعطيت الناس وتعبت نفسي من أجل أن أعدل بين الناس وأن أعطي الناس ما يحتاجون، لكن يقول أيضا: ووالله إن رحى الفتنة لدائرة. الفتنة ستحدث، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في فتن عظيمة ستحدث،
أنا كل هدفي أن ينتهي ملكي، ينتهي فترة عهدي وحكمي، ولم تحدث الفتنة بسببي ولا في زمني. الآن ما زالت إشاعات، لم تحدث فتنة حقيقية. ثم صدر قراراته في نهاية الأمر بكلمتين: كفكفوا الناس، حاولوا تهدئوا الأمور، وهبوا لهم حقوقهم، كل واحد له حق أعطوه، واغتفروا لهم، أي واحد أخطأ سامحوه إلا في حد، وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها، أي أمر فيه معصية، أي أمر فيه حد، لا تدهنوا أي شيء آخر. ليني سياسة اللين قرار لجميع الولاة، لا تشدوا على أحد، لا تظلموا أحد، واحد تكلم لا تضربوه، واحد احتج على الدولة ولا احتج على الوالي لينوا معه، كففوا الناس، هدئوا الناس، عالجوا الأمور بالحكمة، عالجوا بالكلام، لا تتصرفوا في غير الكلام، باللين، بالحكمة، بالدليل، كذا، لا تستعملوا عصا، لا تستعملوا ضرب، لينوا مع الناس. فكان هذا هو القرار الذي وزع على الولاة. معاوية كما تعرفون داهية من دهاة العرب، والداهية يعني باختصار الداهية هو الذي يحلل الأمور ويتوقع ويتنبأ ماذا سيحدث فيما بعد، وتنبؤاته تكون صحيحة، أو يخطط الأمور فتسير الأمور في الاتجاه الذي يريد بدون ما يشعر الآخرين، هذا هو الداهية باختصار. لما انتهى الاجتماع ثاني يوم جاء معاوية يريد أن يودع، يريد أن يرجع للشام، فخرج معه عثمان، مشى معه في اتجاه الشام مرة أخرى، والي عظيم من الولاة. فقال عثمان، الآن راكب عثمان وجنب معاوية راكب في الطريق يتكلمان وهما في طريق الوداع كما يقولون، فقال معاوية اسمع، قال معاوية لعثمان: يا أمير المؤمنين، انطلق معي إلى الشام، لا تبقى في المدينة، انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به. هذا الأمر ما هو مريح، والفتنة هذه بهذه الطريقة وانتشارها بهذه الطريقة ونفس الكلام في كل مكان، معناها في شيء في تخطيط، والمدينة ما فيها من يحميها، ما فيها جيش قوي، وأي ناس يهجمون على المدينة ولا ما تستطيع تصدوه، تعال عندي. فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا، ما في فتنة في الشام، كلهم مستقرين على رأي واحد، كلهم على إدارة واحدة، كلهم يخضعون لإدارتي ويخضعون لبيعتك، ما عندهم أي كلام من هذا الكلام، ما في عندنا فتنة في الشام، تعال عندنا. لماذا لم يخرج عثمان إلى الشام؟ في بعض الناس سألوني يعني لماذا لم يرسل معاوية جيشا إلى المدينة يحمي به المدينة؟ هذا الحوار الذي سأتحدث به لكم يجيب على كل هذه الأسئلة. إذن بداية الاقتراح، معاوية يقترح على عثمان أن ينتقل إلى الشام، استقرار سياسي كامل ما فيها فتنة ولا في مجال لفتنة، وعندهم جيش قوي مستعد أن يصد أي فتنة. فمرة ثانية ماذا رد عثمان على اقتراح معاوية انطلق معي إلى الشام؟ فقال عثمان، اسمعوا السبب العجيب، قال: إني لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وإن كان فيه قطع خيط عنقي، أموت ولا أترك مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا جار للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أتركه؟ والله أموت ولا أتركه. شوف الحب العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا معاوية مرة أخرى الداهية السياسي العظيم الذي يعرف عواقب الأمور أكمل، فاقترح اقتراح آخر، فقال معاوية: فأبعث لك جيشا من الشام يقيم بين ظهراني أهل المدينة، أرسل لك جيش قوي من الشام يكون داخل المدينة يحمي المدينة، المدينة ما فيها جيش، من السهل أي أهل فتنة يتسلطوا عليها، فأرسل لك جيش يقيم في المدينة عندك حماية احتياط، يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك، يعني قد يحدث أي شيء يهدد المدينة أو يهددك أنت، فيكون عندك جيش، أنت ما عندك جيش يحميك داخل المدينة، المدينة ما فيها جيش، انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة الهامة. بعض الناس يسأل كيف استطاعوا أهل الفتنة، المدينة ما فيها جيش، الجيوش هي عند الثغور، هذه عاصمة الإسلام بعيدة عن أي خطر، والصحابة والكبار المقاتلين في الثغور في الجيوش في المناطق القريبة من الحدود، المدينة ما كان أحد متصور أن تهدد إطلاقا، لكن معاوية بحكمته رأى أن ممكن تهدد المدينة أو يهدد الخليفة. لماذا لم يرسل معاوية جيشا إلى المدينة؟ هنا الجواب، قال عثمان: أنا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند يساكنهم
وأضيق على أهل دار الهجرة والنصرة؟ يعني عشان ترسل لي جيش، هذا الجيش سيقيم في المدينة، إقامة جيش في المدينة محتاج خدمات، محتاج أكل، محتاج شوارع، محتاج سكن، سترتفع أسعار الأراضي وسترتفع أسعار البيوت وسيضيق على الناس بالرزق، كل هذا سيؤدي إليه وجود جيش. نتكلم عن جيش، جيش مقيم دائم ما يتحرك، ما عنده شغل إلا أنه جيش، فسيحدث كل هذا وسيضيق هذا على سكان المدينة جيران الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أريد أن يضيق عليهم. فقال معاوية: والله يا أمير المؤمنين لتغتالن أو لتغزين. شوف التحليل السياسي العجيب، شوف القدرة العظيمة على تحليل الأمور ومعرفة عواقبها. يعني أنت ماذا تفعل يا عثمان؟ ناس أهل فتنة تلين لهم، وأنت موجود في مكان ما تستطيع تحمي ولا تحمي نفسك. النتيجة ما هي؟ هؤلاء سيستمروا في هذه المسألة إلى أن يغتالوك أنت أو يغزون المدينة. فقال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. في النهاية أنا فعلت ما أستطيع، الله سبحانه وتعالى هو حسبي ونعم الوكيل. وغادر معاوية في وداعه الأخير لعثمان رضي الله عنهم أجمعين.